صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لنا معشر الشباب وطلبة العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه فتن الشبهات والشهوات؟ طلب العلم، ننصحكم بطلب العلم على العلماء، ومن المصادر الصحيحة للعلم. لا ينجي من الفتن، لا ينجي من الفتن إلا العلم المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بطلب العلم الجاد على العلماء. نعم.